بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كرام. ربنا اجعلنا موحدين بالتمام والكمال يا محب لأهل الإحسان. كذلك في القرآن نجد النسيان لكن منسوب باطلا لسيدنا موسى عليه السلام وهو كريم الله. يقول السامري لعنه الله سماريتان تقريب، وقت اللي رأى من آثار سيدنا جبريل عليه السلام القف شوية من تراب من آثار قدم من أقدام سيدنا ولي يعني أمين الوحي عليه السلام، خلاها عرف بها سر، قربها على مجموع ما هرب به بنو إسرائيل مما اؤتمنوا عليه كي كانوا في مصر، وصنع لهم عجل له خوار من جسمه باش يحيلهم في وسط النار، وثم وقت اللي تبدا نار وبعيد عنها درجة حرارية أقل مش تولي الرياح تكون من قوية فتعطي صوتا عندما تدخل وتخرج من جو فك العجل ووصل القلوب من العجل. قال ماذايا هذايا الله اللي ينساه سيدنا موسى عليه السلام، ولهذا اعبدوه اعتكفوا في عبادته. شوف كيفاش بعد ربي هلكوا وضربوا في جلته، مرض ما عادش يحس حتى واحد يمسه ولو من بعيد، بقوله بالإشارة لا مساس، يعني يبعدوا عليا راهو تمسوني تاذوني، يا جانتي لعنك ربي ولعنك سيدنا موسى عليه السلام. وغضك حين أخذ هذا العجل ونطلو فشاء هباء منثورا، هون اللي صنعته أنت كذبت على سيدنا موسى عليه السلام، فربي سلط عليك العقاب هذا لا مساس. أو كذب على سيدنا موسى، قال انساه الرب هذا انساه موسى، شا يحب يجيبهم 100% للشرك. هما من طبيعتهم تتبع تاريخهم، من طبيعتهم وين يتصلوا بجماعة معينة يحبوا يريوا كيف، يعني ما عندهمش استقرار في شخصية ولا استقرار في العقيدة. علاش قولوا سمعنا وعصينا خاطر ما عادش باش يستقروا، سمع لكن مش يعصي، واللي يسمع الحقيقة من الله هي الحق ويعصي مش يقعد دايما بما انه ما سرعش ربي بالعذاب، مش يقعد دايما يلعب اللعبه الشيطانيه دي. هذا بنو صهيون قاعدين يعلموا في الكرب الصنعه الفاسده دي. اذا كلا الفريقان نسوا الرب، فانتقم الله ان من هؤلاء على طريق هؤلاء ومن هؤلاء على طريق هؤلاء. اشتروا بالضبط اليهود والكرب دايما في صراع لحد الان. الكلب نتنياهو عم عليهم وجنع عليهم، اللي هو الوحيد اللي مشي يمنحهم من كيد الإيرانيين وكيد قال شنو الإرهابيين عبر العالم، الكلاب المصريين والكلاب السعوديين والكلاب البحريين كل شيء شكون مشي يمنحهم نتنياهو، يعني جدت عليهم كذبة كبيرة اللي هو يحبوا ياسر العرب كما عملوها مع عرب المدينة المنافقين، عملوها وبعد دفعوا الثمن هؤلاء وهؤلاء اللي خان النبي عليه السلام طبق عليه قانون المولى، والمنافقين زادوا ربي بلا على بلا اللي انتكست أعلامهم واللي كانوا يتوقعوا من تنكيد سيدنا محمد عليه السلام والقضاء على الإسلام فقضي عليهم إلى حين. نسأل الله السلامة ويبين لنا ربنا مزيدا من هذا الدين حتى لا نستخف به وحتى نذود عنه أي عدوان. والسلام.